نبدأ الجولة من أخيرة المجهر، ومنها نقرأ للكاتب الهندي عز الدين من زاويته شهادة لله التي كتب فيها اليوم تحت عنوان الجزيرة وكسلة طوارئ وما زاد علني. ابتدر الهندي زاويته بالقول بعد إعلان حالة الطوارئ وحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة ستجرى انتخاباتهم بعد 90 يوما لانتخاب مجلس تشريعي جديد، فهل سيحترم الوالي محمد طاهر إيلا المجلس الجديد ويعطيه حقه الدستوري ويقدم أمامه بنفسه لا عبر وزير الصحة تقارير أداء حكومته؟ أشك في ذلك، فشخصية الوالي إيلا لا تساعده على قبول آخر قوي وناقد ومراقب. إيلا يريد مديري مكاتب وسكرتيرين وسواقين، ولا يريد مؤسسات ذات رؤية وقدرة وكينونة. ومضى الهندي إلى موضوع آخر وقال إنه طالع إعلانا مزعجا ومحزنا لمزاد علني في ولاية كسلة يقام غدا الخميس، ذلك لبيع عدد من منازل الدستوريين برئاسة حكومة الولاية ومقار سكن قياداتها بمساحات تبلغ عشرات الألاف من الأمتار المربعة. ويضيف يكفي أن تعلم عزيز القاري أنه سيتم في المزاد بيع حديقة حكومة ولاية كسلة ضمن القطع المعروضة للبيع، وتبلغ مساحتها حوالي 35,000 متر مربع. بالله هل من فضيحة وإعلان فشل إداري وعجز مالي أكثر من هذا الإعلان؟ وختم الهندي عز الدين قائلا أدركوا قبل الخميس ممتلكات الحكومة وحدائقها الغناء في كسلة، أدركوا ما تركه لنا الإنجليز والفريق إبراهيم عبود والمشير جعفر نميري، ولا حول ولا قوة إلا بالله.